المرضيه من دخول قولي هما هيدايه وانا نقابل فيهم. العيل اللي يقدر زعما يمشي لينا الطواليت ولكن انا خصني نقابله. الا ما نمشيش نوضه العيل هيدا يبقى لي بالخابات ديالو ونزول ديك الساعه نمشي له نزول السروال ونوضه ونغسل له كل شيء. وفي الصباح ولا في العشيه ولا ما نغسلوش يده وجه ما يقابل لي والو حتى شي حاجه بيده. والعائله هيداك العائله تقول لي يا ماما جيب لي الماء وجيب لي نشرب وجيب لي ناكل وجيب لي هذا ما لا يهدرش. انا خليت فين ندور؟ مشيت للطبيب مشيت عند الناس قال لي كنمشي عند فقي مع فين نمشي. قال لي مشي للدار ديالك وحمد الله. العائله قال لنا الطبيب ضربوا مع شنو ضربوا السماوي وش يقول لي. والعائله قالوا لي الشلل فيه والله اللهم لك الحمد. لا ما لا يخرجش ما لا يخرجوش عائله ما لا تحرك ليش. والعائله اللي مشي ديك المشيه ديالو بواحد الرجل اللي هذه عاد تربع الطريقه المرضيه هاد جماعه احنا في وسط الجماعه وعيا الراجل اللي يمشي لعندهم قال لهم خايله يعني عندي جود المعوقين تعدلوا لي ذا الطريق. قال يه 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 هي انتيناك انتينا تستهلا انتينا تستهلا عند الاخر المرضيه والو. مشينا عند القايد عاود قالوا خايله الله اسعد القاضي الله يرحم الوالدين سعد يعدلوا لي الطريق هم لا جماعه هم لا يعدلوا الطريق ديالهم. قالوا ايه وصلوها لك يعني قلوا على الخير عند الاخر المرضيه ما شفنا حتى شي حاجه. اي انا نقول لك البوطه الا تقذرت البوطه او الطحين هذاك التماره ديالي هي البوطه الكبيره والطحين. اما ذيك الصغيره واخا كنا راه نجيب ذيك شويه في القفيه البوطه وهذيك لا تغلبني. العائله اللي كتمشى انا الطبيب لا كان شي طوموبيل يبقى لي نتاحيت نلقيها في ظهري المرضيه نحملها في ظهري باش نبلغها من ديك الطوموبيل عاون لا نجيب عاون هيداك عاون نهزوها في ظهرنا. العائله نهزها غير في ظهري والعائله هيداك نشبر فيها المرضيه ونده. الراجل هو ذيك البارك الراجل مسكين كبير ما يقدرش اذا به ما يرخص يا سيدي ربي حتى اقليه فيجيب ديك 10 دراهم مره ما يجيبهاش الله ما يجيبه. وربي الحبيب حنين كريم ونتقدوا حاجه قسمنا سيدي ربي صافي قسم سيدي ربي نتقدوا به. نطلب ربي الحبيب يعاوني ويأتيني ربي باش يكوب ولادي ويشبر فيا ربي الله ويكوبهم وانا نبكي مع راسي بالبكي نقول يا ربي وشبر فيا ما يبقاوليش ذا العواول ما يبقاوليش ذا العواول شكون ماشي كلي بهم شكون ماشي قابل مليح.